احنا عندنا واحد المشكل هنايا مع واحد مطعم خايد رخصة ديال المطعم، ولكن هو كيدير الكاترين، عنده وحدة إنتاجية ترخيص اللي عنده ديال السناك، ولكن هو داير صناعة غذائية اللي توزع على اللي كيوزعوها على الشركات وعلى المدارس وعلى السفارات وعلى على أين. احنا عندنا هذا المشكل الضاد من 2016، دابا راه تقريبا 4 سنوات. قمنا جميع الإجراءات القانونية كسانديك بتوكيل من السكينة ديال العمارة كاملة، وماشي العمارة ديالنا، راه كاين حتى العمارة اللي في الجنب ديالنا حتى هي عندهم نفس الأضرار. رسلنا جميع الجهات المختصة، مقاطعة، ملحقة، العمالة، مجلس المدينة، جميع الجهات، ولكن في الاخر بالجهد ديال الجيران تمكننا باش نتوصلوا لواحد قرار ديال ايقاف النشاط من اجل ساتيسفاكسيون ديال لي ريزيرف تكنيك اللي كاينين. قرار صدرته المقاطعه عن طريق مجلس المدينه، والمعني بالامر توصل على حسب العلم ديالي انا توصل بهذا القرار، وحنا كنشوفوا لا تنفيذ لا والو. على حسب العلم ديالي وصلوا لي القرار وتسلمه، وممكن كاع على قدر عندما يفيد بانه تسلمه. بقينا بطرق حبيه كنحاولوا نتصلوا بالسلطات المحليه، زعما باش انا ما بغيتش ندخل في صراع مع السلطه، بغينا حنا هنا السلطه كاينه باش تحمينا حنا كساكنه كمواطنين، عندنا حقوق وعندنا واجبات. انا كنشوفو كاين واحد التماطل اليوم غدا، وكنعيطو في التليفون كنمشيو عندهم شي كيلو حنا لشي رئيس المقاطعه البشويه الملحقه. احنا بغينا نعرفو، انا سؤال عندي مباشر، بغينا نعرفو مثلا الا كان هاد الناس هادو الا عندهم اللي كيحميهم بشي طريقه من الطرق باش ميمتثلوش القرارات اللي خرج على المؤسسات ديال الدولة يقولوها لينا. وحنا مع كل هادشي حنا عندنا ثقة كاملة في المؤسسات ديالنا قانونية، لأن القانون ما يمكنش واحد يخرقه والمؤسسات ولا تخليه يخالف القانون. حنا عندنا كل ثقة، مع ذلك عندنا كل ثقة في المؤسسات القانونية ديالنا، لا من مقاطعة لا من عمالة لا من مجلس المدينة، جميع الجهات المختصة. ولهذا كنعاودو نطلبوا منهم مرة أخرى الله يجازيهم بخير باش يحاولوا ينزلوا على أرض الواقع القرارات اللي خرجت بها المقاطعة. حنا ما كنطلبوش حاجة أخرى، هذا السيد كنطلبوا منه غير يساتيسفي لي غيزيغ اللي خرجوا ليه في القرار، ويكون عنده لي نورم تكنيك باش يمكن يزاول المهام ديالو باش يرفع الضرر على الساكنة على العمارة. العمارة دابا حنا راه كنعاني واحد المعاناة ما يمكنش نقول لكم، لا في الوضع الحار، لا في الصوت، لا في الروائح، لا في وبالاخص الطبقات السفلى اللي كاينين في العماره، يعني راه كيعاني واحد المعاناه، ما كينعسوش الوليدات ديالهم، ما كينعسوش، الحراره ديال المطبخ اللي عندهم واحد الحراره مفرطه اللي كدوز الطبقه الاولى بالخاص. انا بغيت نختم بانه واحد الكلمه، الله يجازيكم بخير السلطات المحليه تقوم بالواجب ديالها. حنا ما بغيناش ندخلوا في صراع مع السلطات والمؤسسات القانونيه، حنا بغينا السلطه تحمينا، حنا السلطه كاينه هنا باش تحمينا في اطار القانون. حنا ما كنطلبوش حاجه من غير اطار القانون، طبقوا القانون على هذا السيد وغنكونوا لهم مشكورين. انا شخصيا ما طريقه كسانديك طريقه حبيه كنطلبت منه انه يحترم المعايير باش ممكن يزاول المهنه ديالو، يجيب المعايير التقنيه اللي يكون مصادق عليها من الجهات المختصه، ما عندنا حتى مشكل. التملص والتهرب وكيبغي بحال اللي يستبلدنا، يبغي يستبلدنا
احنا عارفين المسائل، عارفين المعايير التقنية، احنا ناس اختصاص في المسائل التقنية، وعندنا ناس مستشارين، كنستشاروا مع ناس، كنستشاروا مع محامين، كنستشاروا مع مهندسين، كنستشاروا مع هو السيد قوى علينا. انا بنهضر معكم بالدارجة، هذا السيد استقوى علينا، وكنتمناو من السلطات المحلية تقوم بالواجب ديالها. حنا ما بغيناش ندخلوا في صراع مع السلطة، ما بغيناش نمشيو للمحاكم، ما بغيناش نمشيو، عندنا كل الثقة في السلطة باش تحل لنا هذا المشكل. أنا من الساكنة الطيبة بلفيدير الدار البيضاء، كنعاني من واحد السيد عنده مطعم تحت من الدار ديالي، اللي داير بحال وحدة إنتاجية، يعني كينتج الماكلة، عنده البوطات، كنعانيو من الحراره، الشراجم ديال المنزل ديالي ما كيتحلوش، الرائحه الكريهه، الصداع ديال الثلاجات بالليل، انا وليداتي ما كنشوفوش الناس. مشينا حنا والساكنه، مشينا لمقاطعه الصخور السوداء، تشكينا، شفنا شويه واحد شويه المماطله، يعني من ناحيه كيفاش هاد المماطله، مماطله من ناحيه لي كوميسيون باش خرجوا، يعني بمشقة النفوس، يعني باش يجي ويعينوا وباش يجي ويشوفوا هاد السيدة شنو داير في هاد الإقامة. خرجوا قرار إيقاف النشاط. وهاد القرار واش تنفذ من طرف السلطة؟ ما تنفذ منه حتى شي حاجة، ها هو كيف ما كتشوفوا حتى شي حاجة ما كاينة. كنمشي عندهم حنا والساكنة، يعني باش نشوفوا هاد قرار ايقاف النشاط فين وصل. مشيت عند رئيس جماعه الصخور السوداء، يعني كيقول لك بان راه السلطات القايد والباشا هما اللي مكلفين. مشيت عند سعاده الباشا، قال لي انا ما كنسد، ما كنعطي اوتوريزاسيون، ما حتى شي حاجه. هذا سعاده الباشا، هذا الشيء اللي كاين. يعني واحد كيقول لك ان القايد هو اللي مكلف، القايد كيقول لك رئيس الجماعه، رئيس الجماعه مقاطعه الصخور، ايه هو اللي قالها لي. كيقول لك بان خص الفصل 108 يصيفطوا ليه رئيس الجماعه عاد يكون التنفيذ. هذه هي اللي بغينا نشوفوا حنا، يعني باقي لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه، باقي هذا السيد خدام، كاين البوطات. ومن شي 3 سنين لاربع سنين دابا كان والو، طرقنا كاع البيبان الكبار طرقناهم، يعني كاع السلطات راه مشينا تشكينا معنا الساكنه من طبيعه الحال، حتى حد ما كيجاوب، بالاخص دابا ملي داروا لي قرار الايقاف. يعني واحد النهار ثاني مشيت عند الباشا، قال لي سيروا ديروا دعوه. الدعوه ما يمكنش، يعني باش هما يخدموا يديروا التنفيذ. قرار ايقاف فيه تثبيت عازل مطاطي لامتصاص الضجيج، ما فيه حتى شي حاجه. الاقتراح على استعمال الطاقه الكهربائيه للطبخ حسب تصميم التهيئه، حتى شي حاجه كاينه. استعمال اجهزه ملائمه للحراره داخل المحل، والعمل على اصلاح المدخنه، حتى حاجه كاينه من هذا الشيء. باقي السيد خدام عادي كيجي ويدوزوا من حداه، يعني كيشوفوه، كل شيء كيشوفوه، حتى شي حاجه ما كاينه. بغيت نعرف بالنسبه للشكايات، الشكايات كاع طرقنا كاع البيبان ها هما، بالنسبه كاع المقاطعه، رئيس الجماعه، العماله، الولايه، بغيت نعرف هاد الشكايات واش كيوصلوا للمسؤولين ولا لا، لان حنا باقي متضررين، باقي كل شيء كاين والتنفيذ ما كاينش، حتى شي حاجه ما شفناها من هاد المسؤولين. مشيت عند الباشا، قال لي ماشي شغلي، وما عرفتش هادشي حتى تفرقع هاد العماره عاد يشوفوه، ما علاش ما فهمت حتى شي حاجه. كنطالب بالتنفيذ، يعني علاش ما جاوش شافوه ينفذوا ليه هادشي اللي كيدير خدام، ما كيتسوق لينا حنا حتى شي واحد. كنوجه نداء ديالي للمسؤولين باش يديروا خدمتهم ويرفعوا علينا هاد العذاب اللي مع هاد السيد، وكناشد سيدنا الله ينصره، حنا راه مضرورين، وتا واحد ما وقف معانا وعاش الملك.